فضيحة، ستات الأردن بيشربوا شيشة. ده خبر حقيقي نشره المجلس الأعلى للسكان، وبعد ما كتب في بيانه الشيشة تقتحم نساء الأردن، تصدر هاشتاج الشيشة محركات البحث في الأردن. وهنا ظهرت فضيحة الأردن الكبيرة، وهي إن عدد الستات اللي بيشربوا شيشة في الأردن ضعف عدد الرجالة. والمشكلة الأكبر إن الستات هناك بتشرب الشيشة على القهاوي وقدام الناس كلها، وأعمارهم بين سن 20 لـ80 سنة. ومع انتشار الأخبار دي كان لازم ستات الأردن تطلع تدافع عن نفسها، والكارثة إنهم اتكلموا، لأنهم قالوا إن الشيشة أو النرجيلة زي ما بيسموها هي مصدر سعادتهم الوحيد، لدرجة إنهم بياخدوها معاهم في العربيات. والأغرب من كده إنهم قالوا إن أزواجهم بيسمحوا لهم يشربوا الشيشة في الشارع عادي، بس الحكومة ما سكتتش وقررت إنها تحذرهم من أضرار الشيشة، وتقول لهم إن الأردن بتصرف على الشيشة $1 مليار سنويا. ووسط الظاهرة الغريبة دي في بلد المفروض إنه إسلامي، يفضل معانا سؤال ملهوش إجابة: يا ترى إيه السبب الحقيقي اللي خلى ستات الأردن تحب الشيشة؟ ده سؤال ليكم، مستنيين إجابتكم عليه في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر من عين مصر.